السلام عليكم أبنائي في حصة جديدة من الحصص المبرمجة عن بعد. في حصة اليوم سنتعرف على درس جديد في النشاط العلمي تحت عنوان خصائص الأرض. عنوان هذه الحصة: من ماذا يتكون سطح الأرض؟ دائما للمستوى الثالث ابتدائي. إذن الهدف التعلمي من هذه الحصة التعرف أن سطح الأرض يتكون من الماء واليابسة بنسب مختلفة. أنطلق ألاحظ الصورة وأعبر عن المكونين الأساسيين فيها. لدينا في الصورة خارطة المغرب، إذن اللون البرتقالي يمثل لنا اليابسة واللون الأزرق يمثل لنا الماء. أتساءل، كم يشكل كل من الماء واليابسة على سطح الأرض؟ أفترض تفوق نسبة مساحة المياه بكثير نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض. سنتأكد من هذا الافتراض بإنجازنا لأختبر. أختبر، أبحث في وثائق عن ما هو أكبر، هل الماء أم اليابسة على سطح الأرض؟ إذن تلاحظون في الصورة، ألاحظ صورة الكرة الأرضية وأستعين بمجسمهما. إذن تلاحظون مجسم للأرض، صورة رقم واحد، والصورة رقم اثنان صورة الأرض. سنقوم بمقارنة سطح اليابسة مع سطح الماء. كما تلاحظون أن سطح الماء هو الأكبر. نعم، إذن سنقوم بملء الفراغ بإنزاج لأستنتج وبملء الفراغ باليابسة أو أكبر. إذا سطح الماء أكبر من سطح اليابسة على الكرة الأرضية. يقدر العلماء أن سطح الماء أكبر مرتين من سطح اليابسة على الأرض. أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب اليابسة الماء سطحه. يتكون سطح الأرض من اليابسة ومن الماء. سطح الماء أكبر من سطح اليابسة بمرتين. أستثمر، إذا كان سطح اليابسة والمياه العذبة على الأرض هو 1000 جزء، أحسب سطح المياه العذبة إذا علمت أن سطح اليابسة يمثل 975 جزءا. إذن كيف سأقوم بهذه العملية؟ أو كيف سأقوم بحساب هذه بحساب سطح مياه العذبة؟ إذا سنقوم أولا بأخذ العدد 1000 ونقوم بطرح منه العدد 975، إذا سنحصل على 25. إذا تمثل المياه العذبة على سطح الأرض 25 جزءا من 1000. وشكرا على حسن تتبعكم، وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.